بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم عن فيديو جديد عن البرانشز اوف ذا ماجيلاري نيرف، او عن البرانشات اللي بتبقى طالعه من النيرف او العصب اللي اسمه الماجيلاري. يمكن الرسمه دي اتعرضناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن الماجيلاري ارتري، واتكلمنا عن حاجه اسمها الثيرد بارت اوف ذا ماجيلاري ارتري، لكن واتكلمنا عن البرانشات بتاعه الماجيلاري ارتري. لكن النهارده احنا هنتكلم عن موضوع جديد، الا وهو الماجيلاري نيرف. طبعا زي ما احنا شايفين، اول حاجه عندنا هنا ادي الترايجيمينال نيرف او الكرينيال نيرف رقم 5. عندنا هنا في جانجليون تسمى الترايجيمينال جانجليون. بعدين عندنا ثلاث برانشات من الترايجيمينال، الاول يسمى الاوفسالميك نيرف، والثاني بيسمى الماكسيلاري نيرف زي ما خدنا زمان كتير، ورقم 3 يسمى المانديبولار نيرف. وعرفنا ان ابوهم هو الرمز V او الكرينيال نيرف رقم 5، وهم ولاده 3 رقم 1 و2 و3. طيب هنبدأ ان احنا نتكلم طبعا عن النيرف الاساسي بتاعنا هو الماكسيلاري نيرف. كان اول برانش من برانشات الماكسيلاري نيرف هو المينينجيال برانش، ومن اسمه مينينجيال برانش يعني بيروح عند المينينجيس او الاغشيه السحائيه اللي بتبقى موجوده حوالين البرين او المخ. وانا هنا عايزك تلاحظ حاجه مهمه جدا، انه الماكسيلاري نيرف في هذه النقطه او في هذه المرحله ما بيكونش لسه خرج من الكرينيال كافيتي، ما بيكونش لسه خرج من الميدل كرينيال فوسا. وزي ما وضحنا في منطقه الكورس انه الماكسيلاري نيرف بيمر بالعديد من المراحل الانتقاليه، ان هنا بيبقى في حاجه اسمها الفورامين روتاندم، وانه من خلال الفورامين روتاندم ده بيبدا ان هو ينتقل من الميدل كرينيال فوسا. هنا احنا في الحته دي بنبقى موجودين في الميدل كرينيال فوسا او بنبقى موجودين في الكرينيال كافيتي حيث تتواجد الترايجيمينال جانجليون. وبعدين لما بيبدا ان هو يطلع من الميدل كرينيال فوسا من خلال الفورامين روتاندم بيبدا يتواجد في التريجو بالاتاين فوسا. وبالتالي اول ملحوظه بخصوص المينينجال برانش انه بيطلع من الماكسيلاري نيرف وهو لا زال في منطقه الميدل كرينيال فوسا وقبل ما يخش في الفورامين روتاندم ده. طيب يبقى ده كده اول نيرف عندنا اللي هو المينينجال برانش. بعد شويه بيبدا ان هو يتعرف هنا في المنطقه ديت التريجو بالاتاين فوسا، على بالتالي هنا في منطقه التريجو بالاتاين فوسا بيبدا ان هو يتعرف على جنجليو مهمه قوي اسمها التريجو بالاتاين جنجليو. وبعدين بيبدا يديها برانشات كده بنسميها الجانجليونيك برانش. يعني شوف ادي برانش كده اسمه الجانجليونيك برانش، وطبعا جانجليونيك نسبه للايه؟ للجانجليون. ولاحظ ان هما برانشين كده، واخد بالك؟ واحد بري يعني واحد لسه رايح للجانجليون، وواحد طالع من الجانجليون بنسميه بوست، يبقى بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. وهتلاقيه بالكتاب في الكتاب بيقول لك ان هو عامل سسبند، يعني معلق الايه؟ الجانجليون. تلاقي الجانجليون كده متعلقه بواسطه الجانجليونيك برانشز دول. برضه لما نيجي نبص هنا على بقيه البرانش اللي هو او بقيه البرانشات بتاعه الماكسيلاري نيرف، هنجد ادي الماكسيلاري نيرف اهو مكمل، وبعدين بيبدا ان هو يدي برانش تاني اسمه الزيجوماتيك. الزيجوماتيك مش عايزك تتلخبط او تحس ان الصوره صعبه، يعني الصوره سهله، بس لو يعني مشينا معاها شويه. ادي النيرف اللي هو اسمه الايه؟ الزيجوماتيك نيرف. هنبص نلاقي ادي الزيجوماتيك نيرف، واخد بالك؟ وبيبدا ان هو يدي برانشين. البرانش الاولاني اسمه الزيجوماتيك اوفيشال، وزي ما قلنا الزيجوماتيك اوفيشال ده بيطلع على الفيس او على الوجه من ايه؟ من قدام. والبرانش الثاني اسمه الزيجوماتيكو تمبرال، وده بيبدا ان هو يطلع على التمبرال فوسا. دومت اللي اخدناهم زمان، يعني لما خدنا الزيجوماتيكو اوفيشال ده اخدناه في الفيس، والزيجوماتيكو تمبرال ده برضه اخدناه في الفيس لما كنا بندرس البرانشات بتاعه الماكسيلاري نيرف في منطقه الايه؟ الفيس او في منطقه الايه؟ الوجه. حابب افكرك بالزيجوماتيك اوفيشال وزيجوماتيك تمبرال، يعني ومكانهم بيبقى موجود فين بالظبط في منطقه الايه؟ الفيس، يعني لما نخلص الايه؟ الكلام اللي هنا. طيب انا دلوقتي عندي زي ما احنا شايفين الماكسيلاري نيرف اهو، تمام؟ وعندنا هنا بيدي برانش اسمه الايه؟ الزيجوماتيك، واخد بالك؟ والزيجوماتيك ده بيدي زيجوماتيك اوفيشال وزيجوماتيك تمبرال، وبيدي برانش كمان اسمه الكومانيكيتنج. كلمه كومانيكيتنج يعني بيتصاحب، بايه؟ بيتصاحب. انا اجد هنا ادي كومانيكيتنج برانش، يعني بيروح يتصاحب على نيرف تاني. يبقى ثبت عندك كلمه كومانيكيتنج دي، يعني بيتصاحب على نيرف تاني. اما نيجي نبص كده هنلاقيه بيتصاحب على نيرف تاني اسمه اللاكريمال نيرف. اسمه الايه؟ اللاكريمال نيرف، واخد بالك؟ في هنا عندك غده بتبقى موجوده في المنطقه ديت، واخد بالك؟ فوق العين كده، اسمها اللاكريمال جلاند او الغده الدمعيه. فاللاكريمال نيرف ده، واخد بالك؟ بيبقى رايح لها. فتبص تلاقي الكومانيكيتنج برانش او اللي بيتصاحب ده هو بيربط ما بين مين ومين؟ بيربط ما بين الزيجوماتيك وبيربط ما بين الايه؟ اللاكريمال. كده بالراحه، يبقى انا عندي هنا برانش اسمه الماكسيلاري، الماكسيلاري ده بيدي برانش اسمه الزيجوماتيك، الزيجوماتيك ده بيطلع بيدي حاجه اسمها الكومانيكيتنج او اللي بيتصاحب على مين؟ على اللاكريمال نيرف.